العظيم صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شيرين الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شيرين مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شيرين أربعة شارع شيرين يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان ونتمنى تقضوا وقت حلو تتبسطوا عندنا النهارده في 4 شارع الشريف وتشوفوا حاجات جديده ومختلفه النهارده بدانا الحلقه كده وانا قاعد كده من اولها وقاعد جنبي اكل حلو قوي اكل تونسي وما دام قلنا اكل تونسي يبقى اكيد انيسه منورنا ازيك يا انيسه الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله اه اللي هو باسمك الحركي ولا بلاش لا بلاش هعملك سكاندال في مصر وتونس وكل الدول العربيه عامله لنا اكل النهارده عاملين طاجين بنبدأ مبطن بروكلو اللي هو الارنبيت اوكي وطاجين ورقه وذاك فريشك تونسي بالكاكاويه بالسوداني سوداني اوكي منوره عيشك بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي مع انيسه عندنا النهارده فرقه مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبيه هيشرفونا وهيعملوا لنا شويات ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم خلينا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع لكم مع انيسه خليكم على راس واحده اهلا وسهلا مره تانية النهارده انيسه من ورانا ومشرفانا وانستينا وشرفتي عايشك اسم انيسه مشهور عندكم في تونس اوكي اسم حلو قوي كتير بجد ميرسي ليالي الانس في فيينا اه يعني طيب تعالوا بقى نشوف الاكل مره تانية كده اللي هيعملوا لنا ايه ده اوكي ده ارنبيت دي هو احنا نقول عليهم بطن بروكلو اوكي هذا طاجين ورقه اوكي وهذاك فريشك تونسي مين؟ اللي هو فريشك نقولوا عليه فريشك تبتدي بايه؟ نبداو بالارنبيت يلا اوكي مقادير الارنبيت يا اولاد اتفضلوا اوكي مبطن بروكلو ارنبيت بالكفته والصلصه للارنبيت حبه ارنبيت وسط كوبايه دقيق معلقه كبيره كمون اربع فصوص ثوم اربع ورق لورا بيضه وللقلي بنبقى عايزين زيت للكفته نص كيلو لحمه مفرومه بصله مفرومه خمس فصوص ثوم مفروم وملح وفلفل اوكي وللصلصه بنحتاج معلقتين كبار صلصه طماطم بصله مفرومه نص كوبايه زيت ربع كوبايه حمص ملح وفلفل معلقه كركم معلقه بابريكا معلقه كزبره ناشفه قرن فلفل اخضر حامي اوكي في حاجه تانية؟ لا بس كده يلا هيا بينا نطبخ يا اولاد نبتدي يا مزازيك انا نسيت ارحب بكم في الاول انا اسف منورين شكرا واستاذ مؤمن هو فين مؤمن؟ انا اهو واستاذ مؤمن منور كالعاده شكرا يا استاذ اهلا وسهلا بيك النهارده في ريكوست مهم هتغنيه كمان شويه بناء على طبق طلب اصدقائك هفضحكم هتبتدي بدي ولا بدي؟ نبتدي بدي طب استني ثانية هنعمل الصلصة اوسع لك الدنيا بس اوكي تعالي ناخد ده هنا اهو اوكي ونجيب ده هنا اهو اوكي يلا ماشي نبتدي نحط زي البصل اوكي على نحطه كله نحطه كله على ما البصل بص هو بيبقى فيه كذا حاجه اوكي على ما البصل يجهز يتحمر كده شويه هنحط نحضر ده ايه ده؟ الكفته اوكي لحمه مفرومه وبصل وتوم اوكي مش هتغطيها؟ لا هنشوح فيها انيسه النهارده شالت الورق لوحدها يا ولاد تتحسي شفت؟ لا في قوي ما
بتعمليها ايه كور كور؟ انا عملتها كفته، ممكن اعملها كور كفته. يعني ايه كور كفته؟ انا مش فاهم كده كور او كفته كده. والله اسمها كده كور كده صوابع. ماشي ده يدبل شويه صح؟ اي نخليه يدبل شويه على ما احنا نجهز اللحمه. طب استني ما اجيب لك حاجه تحطي فيها الكور. اوكي ادي نعمل كمان صغيره مش هنعمل كتير عشان زي ما انت عايز. ده المفروض يدبل ولا ايه؟ اه يدبل. لسه هنحمر فيه الكفته ونحمر فيه الفلفل ونشيلهم. المره اللي فاتت كميه ابويا قاعد يتفرج هو كده قال لي كل ده تحمير. هو كده ده انا كده رحمتينا رحمتكم. ممكن بقى نبتدي نحط اللي خلص؟ اوكي يلا نحط اللي خلص. ما نحطش كتير عشان الوقت. بس نسيب أربعة. اوكي نسيبهم نشوحهم شويه. شويش عليه وفيها بصل كتير. البصل في الشتاء بيبقى حلو. مش عايز اقول لك انا باكل اصلي بصل بكميه. انا بحب البصل والثوم قوي. انا كمان. انت عارف انا اكتر حاجه في حياتي احب اعملها ايه؟ يحمروا لي في البيت بطاطس. احنا بنحمرها بطاطس حلوه قوي. يعملوا لي طحينه او بغنوق وجنبها بصل اخضر. اسقسق بقى البصل الاخضر واكل بطاطس. صح. وممكن اقعد كده لغايه ثاني يوم. ممكن اجرب اجرب الوصفه دي في البيت. لو سمحت. خلاص نطلعها عشان بعد كده هنرجعها تاني. راح يطقوا. اوكي. مش سخونيه. هطلعيها برضه. زي ما عملنا هنرجعها تاني بعد كده في الصلصه. غاويه الموضوع ده مش انا وياه هو. هنحط ايه بقى؟ نحمر شويه الفلفل دول برضو. اوكي يلا فلفل يتحمر. انت هتعيها في طاجن ولا ايه؟ لا 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 ما بتخشش الفرن. امال ايه؟ بتتسوى. انت هتشيل الفلفل تحط القرنبيط مكانه؟ دلوقتي هنحمر القرنبيط فين؟ في الزيت ده. ودي هنسيب الصلصه تستوي هنا. طيب القرنبيط ده انت عايزه فين؟ هتعملي الصلصه بتاعته. اهي الصلصه دي. الصلصه دي؟ هقول لك ازاي. طيب. انا كنت فاكر ان انت هتحطي. لا هقول لك ازاي. هنسيب يعني الصلصه تستوي على مهلها وبعدين. مش البيض ده والده هتحطيهم مع بعض؟ لا البيض ده هنعمل القرنبيط ده بنعمله زي البانيه. احنا كده ماشي. بعدين اوكي هنحط الطماطم عصر على البصل. على البصل وجنبيها. الست دي بتموت في التحمير. عايزه طول النهار تقعد تحمر في الاكل. ممكن شويه ميه بس. بعدي شويه ميه. حطينا دلوقتي البصل، حطينا عليه الطماطم الصلصة، وحطينا عليه البهارات اللي هو كمان 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 كمان. اوكي اوكي وبعدين نحط الحمص ونسيبهم بقى يستووا على مهلهم. نسيبهم على ما احنا نعمل القرنبيط. يلا نغطيها. فين الغطاء؟ نحط الغطاء. عايزه تغطيها؟ حاضر نغطيها حالا. ممكن نوطي عليها القرنبيط ده احنا سلقناه في ميه وورق لورا وتوم وكمون. اوكي اوكي دلوقتي هنعمله نحمره. انا قلت لك مضرب جنبك. ميرسي. وكمون ممكن شويه ملح وفلفل. شويه ملح وفلفل ونحط شويه ميه بس كده وشويه ميه. عجينة ميه كتير. كمان 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 عايزاها عجينه صايبه. زي البان كيكس كده. كمان كمان عشان ما بت كمان. لا خلاص كفايه كده. مسكت نفسها. هتسقطي بقى فيها القرنبيط ونحمره. النبيت هنا مسلوق مع مسلوق في ورق لورا وتوم وملح وفلفل وكمون. اوكي احط هنا؟ احط كله كده بالورق لورا بكله. ممكن احط
ودلوقتي هنحمره. يلا كل واحده لوحدها علشان ما يلزقوش في بعض. احنا نقولوا عليها لما يكون كده بنقول عليه مشموم. ما ايه؟ مشموم. مشموم؟ ليه؟ مشموم اللي هو مشموم الياسمين تعرفوا؟ بنشمه يعني. بيبقى زي لا الشكل شكله بيبقى عامل زي المشموم. اوكي. ليش؟ اوكي. نعمل القرنبيط. ونسيبه يتحمر. بسرعة بسرعة عشان هو مستوي اوريدي. اوكي. هو يا دوب هيديله كده لون دوغي وخلاص. هيبقى لونه ذهبي؟ يبقى كده استوى. وبعدين هنحطه في الصلصة. في الصلصة دي؟ ايوه. هي كده استوت الصلصة؟ ونحط ندفي عليها ولا ايه؟ لا ممكن نحط الكفتة. طب بصوا تاخد غلوة كده. الكفتة مع الفلفل هنحطهم في الصلصة. استنى سيب الفلفل. والله؟ ليه؟ خد الكفتة بس الكفتة عشان الفلفل نحطه في الآخر. اوكي. الكفتة بتاعتنا هنحطها في الصلصة اللي قلنا عليها. اوكي. وهنسيب الفلفل على جنب. ماشي. هنسيبها تاخد غلوة. ممكن نزود لها شوية مية ممكن. عايزة مية؟ ممكن شوية احط دي. والقرنبيط ده قرب يخلط. وعايزين نحط. ماشي. ازاي هنعرف ان القرنبيط ده خلص؟ الأرنبيط اللي بقى لونه ذهبي بنقلبه. هيتقلب لك انا لا اهو لا لسه شويه نقوي شويه في الوقت مين نعلي شويه في النار لا النار عالية على الاخر. اوكي عشان ايه وهنا خلاص دي هنزود لها شويه ميه بس ونبتدي ممكن نسيبهم ونبتدي. الطبق التاني هيعوز نار لا ده في الفرن طيب. بس لا خلاص عشان القرنبيط اهو ابتدى لونه يتغير. خلاص انت بتحطي بقى القرنبيط على الايه على القرنبيط بعد كده هنحطه في الصلصه وخلاص ياخد يعني نص دقيقه وياخد اللون كده ونغرفه خلاص. هنجيب طبق غرفه بقى. القرنبيط استوى خلاص. استوى حلو. هتحطيه هنا جوه. يلا جربوا الأكلة دي يا أولاد شكلها لذيذ. أنا بحب القرنبيط جدا. تحفة. حلوة قوي. وفي ناس بتحمره بتاكله كده. أنا بحمره وأكله كده. بحبه سبايسي شوية. أوكي. بس دي الكبيرة بلاش ولا إيه؟ خلاص؟ الكبيرة نحطها هنا ونحط فوقيها الصلصة. ماشي. نسيب بقى ده ياخد غلوة. اوكي شويه خالص. سيب بقى الحاجات دي كلها كده وهات لنا ورقه الاكله الثانيه. اوكي نعملها لغايه لما ده يتحمر. يلا هنخش دلوقتي على مقادير تاني طبق اللي هو اسمه ايه؟ طاجين ورقه. طاجين ورقه اتفضلي. طاجين ورقه هتبقى للعجين هيبقى كوبايتين ونص دقيق، نص كوبايه زبده، بيضه، ربع كوبايه ميه بارده، وللحشو بيبقى علبه تونه، كوبايه زيتون مكعبات، كوبايه جبنه بيضه، ثلاث بيضات، ست قرون فلفل احمر حامي مكعبات، كوبايه بقدونس، وللتزيين بيبقى حبه البركه. اوكي ناقصك ايه بقى دلوقتي؟ هتعملي ايه؟ هساعدك. هاخد البول دي. اوكي هنحط الدقيق. عايزه بول اكبر من دي؟ لا حلوه كده. الدقيق وعليها الزبدة. مش عايزة سباتشول. مش عايزة؟ هتعملي بإيدك؟ ايوه. أوكي. عشان العجينة تتلم. ماشي. اوكي. بس انا رأيي بقى عشان شكل العجينة دي كتيرة براحتك اقلبي هنا. ماشي. عشان تعجني براحتك خالص. شوية ملح بس. وادي الملح. بص في ناس العجينه بيحطوا معاها بيضه بس انا مش بحط معاها بيضه، البيضه دي بعملها بعدين على الوش. اوكي. اوكي. العجينه مش بنعجنها بنلمها كده بايدينا. ماشي. هنقعد نعجن فيها. شويه كده بسرعه مش بتاخد وقت. هتحط لها ميه تاني ولا خلاص؟ ممكن عشان الكفته برضو لونها يتغير تبقى حمراء. هتحط لها ميه؟ ماشي. ولا تحطي ميه هنا؟ لا انا عايزه ميه هنا.
أنا خلاص تمام كده. حقلبها. عشان اللون بس كده، ممكن تطفي عليها وتقلب. عشان ما يتهريج كده. حلوة قوي. خلاص. ممكن نطفي عليها شوية. أطفي عليها. أحسن. طفي عليها وأغرفها. العجينة كده نبتدي نزود المية شوية شوية لغاية ما تتلم. ده لسه لها شوية العجينة دي عشان تتلم. نعم. هتاخد وقت. بس مش مشكلة. شوية. اعمليها براحتك. يبقى كده احنا بنعمل العجينه بقى دي هتحشيها كل الحاجات دي. العجينه بنقسمها نصين، هنفردها بقى ونحطها، ونفرد شويه من تحت ونحط الحشو وبعدين شويه من فوق. اوكي ماشي. احط لك ميه تاني. ممكن هي ابتدت تتلم خلاص. هنعمل جزء صغير الجناب هنا اهو. احط لك حته ميه. اوكي اوكي اتلمت. دي العجينة بتاعتنا سهلة جدا ما فيهاش حاجة ومش مستاهلة بيد على فكرة. هنفردها هنلمها الأول كده. اتلمت خلاص. دي فيها كل حاجة. هتفرديها بقى الرخامة؟ اوكي. عايزة مية تاني؟ لا غالبا لا اتلمت اهي خلاص. حطيها بقى الرخامة واعمليها ولا لسه؟ ممكن معانا. يلا اجيب لك ال عامل زي عجينة السابلي. تبقى طريه عشان زبده. اوكي كويسه ولا لسه؟ حلوه حلوه. يلا وانتي بتعملي كده انا هحط الحاجات دي على بعض. اوكي ماشي. قولي لي بس اللي هم ايه. هنسيب البيضه بس وال هسيب البيضتين دول كده. لا هنسيب دي عشان دي على الوش. دول في الحشو. في الحشو. كل الحاجات دي في الحشو. ده لا وده لا. اوكي ماشي يلا لغايه ما انت تفردي انا هعمل لك الحشو. نصين. ادي التونة وجبنة. اوكي ده ايه ده؟ ايه ده؟ بقدونس وفلفل احمر حراق؟ لا حراق حراق شوية. بتهزري. وزيتون اسود متفصص وبيض صح؟ طب بس هقلب دول الاول بعدين نحط البيض. اهو تحفة الحشوة دي عجباني قوي. هنروح حاطين عليها البيض. ادي العجينة بتلزق معاه يحط شوية دقيق جنبه كده ويبتدي يرش كده و هناخد نجيب ال عايزه ايه؟ دي خليك نجيب دي. هتحطيها في القالب. حطينا عليها ورق زبده عشان لما نشيلها ونقطعها تبقى مش لازقه. قالب محطوط ورق يعني جوه هنا في ورق زبده؟ اهو. اوكي. انا قصيته وحطيته. هتعملي واحده ثانيه عشان تغطيها؟ نغطيها من فوق. وانا عملت لك العجينه اهي. الحشو بقى زي الفل. دي لسه ماشي. اكل النهارده شهي جدا. يبقى نفرد بايدينا كده عشان هنقفلها بقى. والبيضه دي نربعها عشان هنحطها على الوش. دي في الوش لا سيبها في الاخر. دي بعد ما تستوي في الفرن بناخد البيضه دي ونحطها على الوش. ونحط لما تخلصي اشرحي لي. ماشي اوكي. ممكن اغرف انا الطبق ده. ممكن تشوكه بس. ميرسي.
حلو كده. نحطه فوق ايه اهم حاجه ده. ده حراق مشطشط كمان. هو مش هاكله. انك لله. اهو يا ولاد الطبق بعد ما غرفناه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي فردنا خلاص العجينه وطلعناها كده بصباعنا كده لغايه فوق، وهنحط الحشو ونقفلها بالعجينه الثانيه من فوقيها. احط الحشو؟ ممكن احط. هنقفلها بالعجينه الثانيه. عجينه ثانيه، وهوريك ازاي بقى عشان تتقفل كويس. كده اوكي. هنحتاجها تاني للشوك. اوكي هنحتاجها تاني. حاضر. هنغلس عليك دلوقتي. ليه؟ مش هنعمل الطبق الأخير عشان الوقت خلص. طيب معلش. هو سهل. سامحيني. سهل سهل. هنعمله المرة الجاية. اوكي. بياخد وقت قد إيه يعني؟ فيش. بجد؟ 10 دقايق. 10 دقايق مش هينفع. هتحطي حبة البركة ولا هتحطي الشوكة؟ هقول لك، ممكن البيضة دي نضربها؟ أيوه. الشوكة دي. اوكي. الشوكة دي هتخرمي بيها برضو؟ لا هقولك. الشوكة دي هنقفل بيها هنا كده. الجناب عشان تطلع في ستونات تقفلها كويس. دي بتخش الفرن تقعد قد ايه؟ تقعد يعني 20 دقيقة. اوكي. على ما العجينة يعني تحمر كده. انا يعني ممكن اولع الفرن من فوق ومن تحت. هتلاقيها استوت خلاص. بعدين هنحط البيضة دي من فوق؟ هنحط البيضة من فوق مع حبة الورق كده. ونخرم برضو؟ بس كده. نحطش كتير بيض. وبعدين بس نحط حبة البركة. حبة البركة. اوكي. ندخلها الفرن. وقلت بتقعد قد ايه معلش سوري؟ يعني 20 دقيقة. اوكي. لغاية ما نسيبها من الأول كده تستوي من تحت. وبعدين نشغل الفرن من فوق. اوكي. احكي لنا عملتي ايه بقى النهاردة، وبنعتذر لك على طبق الحلويات. اوكي. النهارده عملنا باتن بروكلو اللي هو ارنبيط بالصلصه ومعاه كفته لحمه. ايوه. وحطينا فوقيه قرون شطه خضراء. ايوه. وعملنا طاجين ورقه اللي هو يعني عجينه بتبقى محشيه جواها جبنه بيضة. أوكي. وفلفل متقطع صغير وبقدونس وزيتون وتونه. اوكي. وبيض. وصنف الحلويات تعمله المره الجايه. شكرا انيسه. ميرسي، شرفتينا ونورتينا. خلونا نسمع جزء من موعود، بعد كده فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع فرقه مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبيه. خليكم على سمحت ومزيكا.
الحنان. القمر طلع والخوف بعد، ده القمر طلع والخوف بعد، والهوى دفي والليل سمع وأمان.
الحلاوة دي. اهلا وخليكم زي ما انتم زي ما انتم. خلينا النهارده كده نرحب بفرقه مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبيه اللي دايما بيجونا في الحقيقه كل مره بيعمل لنا شوهات احلى من بعض. لا 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 ركزوا 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 وروني اخركم قد ايه. انتوا بقى مش ماسكين كده في براحتكم. طب سقفوا لهم سقفوا لهم تاني سقفوا لهم. يلا ميرسي يا بنات شكرا اتفضلوا اهلا وسهلا. بعد كده عندنا دلوقتي فقرة جمباز إيقاعي البنات الحلوين اتفضلوا اتفضلوا خدوا أماكنكم وجايين حافيين بقى ايه وانا نضفت لكم الشارع على قد ما قدرت على قد ما قدرت. يلا نشوف بقى دلوقتي كمان مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبية زي ما بيقدم كمان فنون شعبية بيقدم حاجات فيها رياضة زي ما هنشوف دلوقتي. وهنشوف دلوقتي الجمباز الإيقاعي جاهزين؟ فين الابتسامة؟ وروني إخاء؟ أيوة كده مزيكا.
برافو. ايه الشطاره دي؟ تعالى هلعبكم لعبه بقى دلوقتي، لازم نستفيد بيكم، انتوا بتعملوا حاجات صعبه. اعمل لكم ايه؟ وقفوا كلكم هنا صف ورا، يلا كل واحده تقف قدام لون، واحده قدام الابيض واحده قدام الاسود، تحت تحت مش فوق. ايوه كل واحده تاخد بلوك. ايوه ها يلا اوكي، هنعمل سباق دلوقتي. خلوا بالكم انتوا بقى بتعملوا، لا انتوا واقفين قدام التعليق حضرتك كده شويه، عشان انتوا واقفين، انتوا واقفين على... هتخبطوا في بعض. تعالي 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 انت كمان 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 كمان، تعالي على البلوك ده الاسود، ده الاسود، وانت تعالي قدام الابيض. انت كده صح خلاص. بس 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 بصوا بقى، انا عايز اعمل سباق، مش انا يعني، انتوا ها وانتوا بتتشقلبوا الشقلباز اللي انتوا بتعملوه ده، هنشوف مين اللي هيوصل لغايه عبور المشاه اللي عليها ورد دي الاول. مين اللي هو الشقلباز اسمه ايه؟ مين؟ عجله. ايوه اوكي. وانت الصغيره انت اعملي واحده كده ورينه. ايوه يلا جربي يلا. ايوه ورا بعض بقى بسرعه هنبقى. لا لسه 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 انا بجرب فيها. يلا خلاص، اول ما اقول 3 2 1 هنشوف مين اللي هتسبق. انت مش هترفعوا ايديهم، هم رفعوا ايديهم وانتوا لا ليه؟ ايوه كده يلا 3 2. رجعوا تاني اخبطوا رجلكم فتبقى خبطه في الرصيف، ما تضحكوش عليهم لحسن هخليكم تعملوا كده. 3 2 1 ها سقفوا لهم جنب. ها سقفوا ها ها سقفوا. هي دي، هي اللي هناك دي، هي دي سقفوا لدي، دي اللي كسبت. سقفوا. انت اسمك ايه؟ تاليا. سقفوا لتاليا. ارجعوا بس كلكم شاطرين بصراحه، هو انتوا كلكم كنتوا مع بعض بس هي قفزت. خلاص بقى خلاص يلا اطلعوا غيروا. ميرسي. طيب اتفضلوا اتفضلوا. شكرا شكرا شكرا. احنا النهارده بفكركم مره تانية معانا فرقه مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبيه. اول شو شفناه معاهم كان كلاسيكي 100 سنه سينما، بعد كده شفنا جمباز جماعي. تعالوا بقى دلوقتي نروح الصعيد ونحيي اهل الصعيد ونشوف فولكلور صعيدي. بعد كده فاصل نرجع مره تانية، ويا اهل الصعيد خذوا اماكنكم اتفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هنشوف الشو الحلو ده، بعد كده ناخد فاصل ونرجع نكمل مره تانيه. اول ما تكونوا جاهزين قولوا لي احنا جاهزين. جاهزين؟ يلا مزيكا. We'll be right back.
اوبا. اربعة شارع شريف. اربعة. يا بنات المقطم النهاردة معنا فرقة مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبية. أخبارك إيه؟ إنتي شاطرة، كلكم شاطرين. طيب شفنا دلوقتي الشو الحلو ده، هتخشوا تغيروا؟ يلا خشوا غيروا، عشان عندنا دلوقتي كابل كده هيعملوا حاجة شكلها كلاسيكية. إجري إجري. جاهزين؟ أنتوا اسمكم إيه؟ منى ومحمود. منى ومحمود دلوقتي هيعملوا رقصة على أغنية هي الحياة كده ليه للأستاذة الجميلة ريهام عبد الحكيم ومحمد جمال. جاهزين؟ اتفضلوا. وبعديها لا بعديها لسه عندنا حاجة تانية. يلا أول ما تكونوا جاهزين قولوا لي إحنا جاهزين ونشغل المزيكا.
خليكم كده بقى شوي. اسيبكم قد ايه؟ اخركم قد ايه؟ 5 دقايق مثلا؟ انت هتضحكي ليه؟ خليكم كده اهو. بصي محمود انت اللي عامله، انت اللي اصعب عشان رجل واحده. خليكي بقى كده. يلا خلاص فكوا. شكرا عملتوها حلو قوي، برافو عليكم. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. طيب بعد ما شفنا الرقصه الكلاسيكيه دي وفي الحقيقه عملوها حلو قوي قوي قوي، وبكون مبسوط لما بنلاقي ولاد بيشتركوا في عروض زي دي. واحنا عندنا للاسف كتير من الولاد بيتكسفوا، يقول لك لا احنا هنروح نلعب كوره، نلعب مش عارف ايه، الحاجات دي للبنات. لا الحاجات دي مش للبنات، الحاجات دي للولاد والبنات، والمصريين بس هم اللي بيقولوا الحاجات دي للبنات، الحاجات دي للبنات وللولاد. دي انشطه ثقافيه ترفيهيه لذيذه مختلفه، بتعلي الكرياتيفيتي او الابداع عند البنات والولاد بالذات في السن ده. طيب بعد ما شفنا الاغنيه الحلوه دي، تعالوا بقى نشوف فرقه مركز شباب نور المقطم محضرين لنا ايه. اتفضلوا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا على اماكنكم على طول. ايه اللبس الحلو اللي انتوا لابسينه ده؟ جاهزين؟ كله جاهز؟ يلا نشوف الشو الحلو ده وبعد كده فاصل. مزيكا. Yeah.
الله 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 الله، حلوين قوي.
اهلا 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 بأهل النوبة، وبشكركم جدا جدا، وبنرحب مرة ثالثة ورابعة وخامسة بفرقة مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبية على شوية الحلوة اللي عاملينها لنا النهاردة. اتفضلوا يا أهل النوبة، اتفضلوا. بعد ما شفنا الشو النوبي نشوف بقى حاجة مصرية أصيلة جدا، والتنورة. والنهاردة هنشوف شو تنورة.
العظمه دي شاطرين سرا. يا عروبة انت اشطر بنت في مصر بتعمل تنوره. اشكركم على الشو الرائع ده. ومره تانية النهارده بنكمل مع مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبيه، وزي ما شايفين تنوره وحاجات حلوه قوي عاملينها. شكرا يا شباب، شكرا ليك يا قمر. طيب بما ان احنا النهارده عمالين نلف ولفنا في مصر شويه، تعالوا بقى نطلع ونروح بلد من احلى بلاد الدنيا. هنروح الهند دلوقتي مع مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبيه، وهنشوف شو هندي وبعد كده ناخد فاصل. الهنود اتفضلوا، يلا خدوا اماكنكم. يلا ايه ده؟
رجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة كان معانا فرقة مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبية. مش أول مرة يقولنا، يقولنا دايما، وفي الحقيقة بيعملوا شوهات حلوة متنوعة جدا. فخلينا النهاردة كده نشكر وزير الشباب دكتور أشرف صبحي ونبعت له ألف سلام وتحية، وكمان وكيل وزارة، وكيل الوزارة مدير مديرية القاهرة دكتور سيد حزين، ورئيس مجلس إدارة المركز أستاذ نادر رفاعي، مدير المركز كابتن هشام أبو العلا، مخرج ومصمم الاستعراضات معانا النهارده كابتن اشرف ابو حلاوه. اتفضل، حيوا سقفوا له. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ انت اوعى تدوس على البنت. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ طيب كمان معانا الجهاز الاداري مشرف الجمباز دكتور محمد عتريس. اتفضل، اهلا وسهلا يا دكتور، منور ومشرف، فرصه سعيده. اتفضل. ومشرف النشاط استاذ محمد عصمت. اتفضل، اهلا وسهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. ومدربه الفنون الشعبيه استاذه منى هاني، اهلا وسهلا، اتفضلي. ايه ده منى؟ مش هي والله مش عندها كام سنه ومدربه ما شاء الله. انتوا بتنقوا الناس على اساس ايه؟ التوافق لهذا العصبي، وهم يكونوا اهم حاجه حابين الموضوع. احنا بنعمل لعبه، احنا بنقولش بنرقص، مش حاجه اسمها رقص، احنا بنعمل اداء حركي بنعبر بيه على كل. مش حاجه اسمها رقص، ورقص عيب؟ لا هو مش عيب، ما ده المفهوم للاسف الشديد، المفهوم عندنا ان البنت العيب. البنت ترقص يبقى عيب. احنا بنقدم فولكلور. لا بس دقيقه واحده واحده، هو الفولكلور يعني رقص، والرقص مش عيب، واللي شايف ان الرقص عيب خلاص هو حر. بس هو الرقص في العالم كله هو شيء بيطلع الطاقه السلبيه من جوه الجسم، وهو حاجه ايجابيه جدا وبالذات للنشء، فهو بيرقصه وانا برقص وحضرتك اكيد بترقص. اكيد طبعا، وطبعا مش عيب. وهو من خلال الرقص احنا ممكن نوصل رساله للعالم من خلال الفن. رساله سلام، رساله محبه، رساله تسامح. احنا لما بنروح بره مصر بنلاقي اقبال على فننا ده وتراثنا ده. صحيح. يعني مش قادر اقول لحضرتك. وفي عندنا بعض الراقصات في مصر قدموا عروض استعراضيه في اوبرا، في اوبرا في روسيا، في اوبرات زي استاذه دينا. استاذه دينا قدمت الرقص المصري او البالي دانسينج المصري في بعض دار الاوبرا في العالم. فاحنا في بعض الناس عندنا شايفين ان الرقص ده، واجدادنا المصريين القدماء على فكره هم اول ناس على الكوكب رقصوا وعملوا رقص. فالرقص شيء ممتع وبيطلع زي ما قلنا مره تانية الافكار السلبيه اللي عند الناس، وبتخلي فيه نشاط بدني وعصبي وحاجات كتير قوي. انت مشرفنا ومنورنا، وخلينا كمان نرحب بمشرف الجمباز دكتور محمد عتريس. اهلا يا دكتور، عامل ايه؟ كله تمام. كله تمام. انت مش شخص، انت جمباز. لا لا، جمباز ان شاء الله. جمباز. ايه بقى يعني في انواع كتيره من الجمباز، انت متخصص في ايه؟ انا مدرس مساعد في كليه التربيه الرياضيه جامعه مدينه السادات. انا مدرب جمباز في نادي هليوبلس، اشتغلت في انديه كتير. انت دلوقتي ممكن تمشي على ايدك؟ يعني بجد؟ في السن بقى. سن انت عندك كام سنه؟ يعني 30 ان شاء الله. عايزينه يمشي على ايديه؟ انا اصلا كنت لاعب كاراتيه. طب امشي على ايديك. قال لك انا ساب الجمباز وقال لك انا لاعب كاراتيه. ماشي، منورنا. كمان مشرف النشاط استاذ محمد عصمت. ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك. شرفنا ومنورنا. نور بيك. عارف ايه بتعمل ايه في النشاط بالظبط؟ انا مسؤول نشاط الرياضي في مركز شباب نور المقطم. عندنا كثير من الالعاب الموجوده المختاره، من ضمنها كرة قدم، فولي، كرة القدم. كل حاجة شفنا أي إنجاز منها في مصر في الحقيقة. خلينا نتكلم بأمانة، الحاجات دي أحلى بكتير. إزيك؟ الحمد لله. أخبارك؟ اشيلي بس شعرك اللي مغطي وشك ده. أنت ده عندك 17 سنة وبقيتي مدربة. وأنت من بنات المركز. أهلا وسهلا بيك، شرفتونا ونورتونا. نورتونا، اتفضلوا، أهلا وسهلا بيك. ميرسي يا بنات على الحاجات الحلوة اللي عملتوها لنا النهاردة. وخلونا دلوقتي نختم معاكم بآخر شو من فرقة مركز شباب نور المقطم للفنون الشعبية، وأتمنى تكون اتبسطت عندنا النهاردة في 4 شارع شريف. نشوفكم بكرة في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي. مزيكا.
بداني بأفكاري كم تخطر ليلا ونهار أدعوك لتاتي بأسحاري بجمال الفاق الأقمار يا غريب الدار بأفكاري كم تخطر ليلا ونهار أدعوك لتاتي بأسحاري بجمال الفاق الأقمار يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لي يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لي كحيل بطار والقلب أسير هيمان ما بين بحور الأشعار الثغر يغني ويمني والطرف كحيل بطار والقلب أسير هيمان ما بين بحور الأشعار يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لي يا لا يا لا 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 يا لا 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 لا